في فوكوشيما غابر لمان الكرام. أيهما أهم، الحياة يعني سلامة الإنسان أو الطاقة؟ أعضاء البرلمان الكرام، شكرا لرئيس البرلمان المحترم. إخوتي من كلا الفريقين المعارضة والحكومة، ولا أنسى دائما أبدا أعضاء البرلمان الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعضاء البرلمان الكرام، أنا كزعيم المعارضة أقف أمامكم معارضة قاطعة لمشروع مناظرتنا اليوم، ألا وهو استخدام الطاقة النووية لمصلحة الدولة أفضل. أعضاء البرلمان الكرام، بل نحن من صف المعارضة نقول أن استخدام الطاقة النووية لمصلحة الدولة ليس بأفضل، لأن استخدام الطاقة النووية ليس بمصلحة الدولة، ولكن يأتي بالمشكلة. أعضاء البرلمان الكرام، أعضاء البرلمان الكرام، أنا كزعيم المعارضة سأقدم لكم حجة الأولى وحجة الثانية من صف المعارضة، ووزير الأول سيقدم لكم الحجة الثالثة والحجة الرابعة والحجة الخامسة من صف المعارضة، ووزير الثاني سيرد كل الهجاج الضعيفة من صف الحكومة. أعضاء البرلمان الكرام، قبل أن أنتقل إلى الحجة الأولى من صف المعارضة، هيا دعوني أن أكشف لكم الأخطاء والمغالطات التي ادعت الحكومة في تعريف الموضوع. أعضاء البرلمان الكرام، هيا ننظر إلى تعريف الكلمة استخدام الطاقة النووية. أعضاء البرلمان الكرام، الحكومة لا تعرف لنا من سوف يدبر ويستخدم الطاقة النووية. أعضاء البرلمان الكرام، هذا المعنى يدل على أن الحكومة لا تفهم موضوعنا في هذا اليوم. أعضاء البرلمان الكرام، من سوف يدبر استخدام الطاقة النووية؟ لأن هيئة الطاقة النووية الآن ما زالوا في البحث. أعضاء البرلمان الكرام، تفضلي بالجلوس. أعضاء البرلمان الكرام، هيا ننظر إلى الكلمة لمصلحة الدولة. هل سلامة المواطنين ليس مصلحة الدولة؟ أعضاء البرلمان الكرام، لأن توجد المخاطرة الكثيرة عند استخدام الطاقة النووية كما حدثت في فوكوشيما. أعضاء البرلمان الكرام، أعضاء البرلمان الكرام، الكلمة أفضل تعطي، يعني ليس هناك المشكلة في استخدام. تفضل بالجلوس. أعضاء البرلمان الكرام، أفضل يعني ليس هناك المشكلة في استخدام، ولكن تون دكتور مهدير لا يريد أن يستخدم الطاقة النووية. أعضاء البرلمان الكرام، لماذا؟ لأن مالزيا الآن لا يستطيع لتدبير طاقة نووية. أعضاء البرلمان الكرام، هيا ننتقل إلى الحجة الأولى من صف المعارضة، تفضلي بالجلوس. أعضاء البرلمان الكرام، حجتنا الأولى هي انكشاف الناس إلى المخاطر. قد حدثت الحادثة المروعة في فوكوشيما وشيرنوبيل. أعضاء البرلمان الكرام، وكلاهما متعلقة بالطاقة النووية. أعضاء البرلمان الكرام، قد أصاب السكان في كلا الدولتين. تفضل الأولى. أيها الجمهور الكريم، وأعضاء البرلمان، في فوكوشيما يعني القنبلة ليس الطاقة النووية، قنبلة نووية. أيها الجمهور الكريم، أعضاء البرلمان الكرام، ما هو الطاقة النووية؟ أعضاء البرلمان الكرام، الطاقة النووية هو الطاقة التي نستخدم التفاعل الكيماوي للوصول على الطاقة. أعضاء البرلمان الكرام، ما حدث في فوكوشيما يتعلق بالطاقة النووية. أعضاء البرلمان الكرام، وقد أصاب السكان في كلا الدولتين الأمراض الخطيرة جدا، مثلا الحمى، وثانيا السرطان، وثالثا مرض جلدي. أعضاء البرلمان الكرام، تفضل. يا أيها الجمهور الكريم، ولكن موقفنا في هذا اليوم، نحن نريد أن نستخدم الطاقة النووية بالأغراض السليمة. أعضاء البرلمان الكرام، نحن نعلم أن اليابان هو دولة متقدمة، ولكنه لا يستطيع لضمان أن 100% سليم في استخدام الطاقة النووية، لذلك كيف يستطيع مالزيا
تريد أن نستخدم أن هذه الحالة التي تحدث في ماليزيا أعضاء البرلمان الكرام، لو كنتم تريدوا كنتم من الظالمين أعضاء البرلمان الكرام. فلذلك لازم إلينا أن استخدام الطاقة النووية سوف يؤدي إلى اكتشاف الناس إلى المخاطرة، ولذلك استخدام الطاقة النووية لمصلحة الدولة ليس بأفضل. وحجتنا الثانية هي مكان المناسب لبناء محطة إنشاء الطاقة النووية غير موجود في ماليزيا. كما قال السيد داود محمد مدير لهيئة الطاقة النووية أن مكان المناسب لبناء محطة إنشاء الطاقة النووية هو المكان الذي أولا قريب من مصادر ماء، وثانيا الأرض مملوءة بالحجار الصلب، وثالثا عدم حدوث الفيضان. أعضاء البرلمان الكرام، لا يوجد أي المكان التي تتوفر بكل شروط المذكورة. أعضاء البرلمان الكرام، فبذلك لا نستطيع أن نبني أي محطة إنشاء الطاقة النووية في ماليزيا. فبذلك أين مصلحة للدولة؟ أعضاء البرلمان الكرام، لو لا يوجد أي مكان المناسب لبناء محطة إنشاء الطاقة النووية. أعضاء البرلمان الكرام، لو لا يوجد أين المصلحة للدولة؟ فبذلك واضح إلينا أيضا أن استخدام الطاقة النووية ليس بأفضل. فبناء على ما قدمنا من البراهين والحجج، نطالب البرلمان أن يرفض هذا المشروع رفضا